أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول أن فريقه يعرف بوردو جيدا بعدما أسفرت قرعة الدور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا عن مواجهة مرتقبة بين الفريقين الشهر المقبل. وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: ماذا علي أن أقول؟ سنواجه بورتو ونحن لعبنا في الموسم الماضي معا ونعرف بعضنا جيدا، لكن هذه القرعة جيدة جدا بالنسبة لنا، لكنها كانت غريبة بعض الشيء. رأينا في الموسم الماضي كيف أظهر الفريق البرتغالي شخصية كبيرة. وأضاف أيضا: لا أستطيع القول أنني أفكر في أفضل قرعة، هي مجرد قرعة ويجب علينا الاستعداد الجيد للخصم، وكل ما أفكر فيه هو الاستعداد الجيد لهذه المواجهة. لدينا خبير عن بورتو وهو مساعدي بيب ليندرز، سيكون لدينا العديد من المعلومات وهذا ما نحتاجه. وتابع المدرب الألماني: بنسبة 100% سنعطي مواجهة الموسم الماضي حماسا إضافيا لبورتو، وهو لم يكن الفريق الذي أتمناه في الدور المقبل، لكنه الآن أصبح منافسنا وعلينا مواجهته، وأول شيء علينا التأكد منه هو أن نحترم منافسنا الذي نعلم القدرات المميزة لديه. واختتم قائلا: أنا سعيد من أجل الجماهير جدا، ستكون رحلة رائعة في مدينة مميزة والطقس فيها رائع، وهذا ما أستطيع قوله. وكان ليفربول قد واجه بورتو في دور 16 من النسخة الماضية لدوري الأبطال، وفاز الريدز في البرتغال 5-0 قبل أن يتعادل في إنجلترا سلبيا. في نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم جديد أخبار كرة القدم لحظة بلحظة.